السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم بدورة جديدة من جافا، دورة جافا متقدم. طبعا الناس اللي كملوا أساسيات الجافا ممكن مع بعض نبدأ بدورة جافا المتقدم، دورة جافا متقدم عفوا اللي هو الأدفانس جافا. اللي ما درس الأساسيات، اللي ما عنده أساسيات في الجافا، ما أنصح نهائيا يتابع معنا الدورة، لأن حتكون صعب جدا، كون أنه أنا ما رح أذكر أي شيء عن الأساسيات، يعني أي شيء يخص الأساسيات أنا رح يعني أمر عليها مرور الكرام. يعني خلينا نقول مثلا إذا استخدمنا ميثود، إذا استخدمنا كونستركتر، أنا ما رح أذكر شنو هو الكونستركتر، شنو هو فائدته، شنو هو طريقته، ما رح أذكر الميثود، شلون نستخدم الميثود وشنو انواع الميثود، لانه هذا على اساس انه انت كملت الاساسيات وداخل في الادفانس. فنصيحه تكمل جافا اساسيات وتبدا ويانا جافا ادفانس. اوكي، في جافا ادفانس طبعا هي مكمله للجافا اساسيات. هذا هو دوره جافا اس اي، اوكي، او كور جافا ايضا يسموها. فاليوم راح ناخذ اول موضوع اللي هو string، اللي هو النص، على قولة الاجانب string. string اللي هو النص في الجافا. طبعا النص هاي بعدني هسه من البدايه بديت اغلط اقول لك النص. النص في الجافا object وكبير جدا وعنده طرق كثيره وعنده دوال خاصه. فالstring يعني حناخذ فيها أمثلة كثيرة 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 وما نشبع منها، لأنه تعتبر من المكاتب العملاقة. فالنص في الجافا يوفر لك طبعا كثير من مفاهيم حول التطبيقات، مثل هنا جمعت مجموعة تطبيقات مثل compare، concatenation، equal، split، length، replace، compare to، enterin، وعندك substring. طبعا كل هذا المفاهيم ممكن بعضكم مر عليها في حالة إذا كان درس الجافا سابقا، وممكن أكو بعض فيكم يعتبر هذا الشيء جديد عليه، منو هذا، شنو هذا، ومن إيش إجا هذا. كل هذه المواضيع احنا راح نجي نتطرق لها واحد واحد، لكن في البداية لازم نعرف شنو هو string، نعرف الجافا، نعرف string في الجافا كيف تتعامل الجافا مع string. طبعا في الجافا string يعتبر object وتتمثل بمجموعة من قيم الكاركتر، حروف، أي بمعنى انه نقدر نعتبر string هو عبارة عن array من الكاركترز تعمل مع بعض ليكون لك شنو؟ يكون لك string. خلنا ناخذ فد example، يعني فد نقدر نقول احنا لو عملنا project، او ليش نعمل project، ممكن نستخدم text editor. يعني اذا قلنا new هنا، اوكي، لو فرضنا انه عدنا string وهذا string is يساوي لنا جافا، فهو عبارة عن array من الكاركتر. زين، كيف الجافا ينظر لهذا string؟ الجافا ينظر لهذا string على شكل char array c يساوي J فارزة. كوبي 2 هذا جا بست في جافا. اوكي، ف كنترول زي، ف
فعندك الجافا ينظر لكلمة string s java ينظر إلها بهذا الشكل، عبارة عن character array يحتوي في داخلها مجموعة من الحروف، وهذه الحروف تنجمع مرة أخرى string s يساوي لك new string ch. اوكي، فإذا الجافا ينظر إلى string s java ينظر له بهذا الخطين، بهذا السطرين اللي هو char array c java string s يساوي new string ل ch. أي بمعنى لما أنطق هذا الشيء هو نفسها لما أنطق string s java. أوكي، لأن في الآخر هو دي يحول الchar إلى شنو، إلى new string حتى يجمع هذا والنتيجة مالتها نفسها تطلع java. إذا الجافا ينظر للstring عبارة عن array للكاركتر، وطبعا string هي من ضمن مكتبة java-lang، أي بمعنى java.lang.string class، هذا class موجود في الجافا. string في الجافا يعتبر immutable، أي بمعنى غير قابل للتغيير، نهائيا ما تتغير إلا في حال إذا استخدمنا وياه new instance. إذا عملنا new instance راح يكون بهالحالة mutable وتقدر تغيره. طبعا أخذنا أمثلة على هذا الشيء في string builder و string buffer class. طبعا احنا راح نشرح كيف string تتعامل ك immutable، لكن بالبداية لازم نفهم string كيف تتعامل مع الجافا وكيف نعمل string object. خلينا نشوف وقت الدرس. اوكي، 7 دقائق نكمل وياكم بالدرس القادم. مع السلامة.